بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده بقى تفريزات التوم. الناس طلبت مني افرز لهم التوم، اعرفهم بيتفرز ازاي. انا كل سنه بفرزه، لا ترخمي بقى نفسك بتعليق في بلكونه، ولا يفضى ولا يبوظ ولا يزرع. هتجيب التوم بس ما يكونش ناشف قوي، اخضر. هتجيبيه وتنضفيه، تخشي القشره الفوقانيه الاول ديت، وتقطعي من عند الراس، من هنا الجدر بتاع الراس اهو، وهنعمل منه التوم البودر. بسم الله الرحمن الرحيم. القشره ديت اللي بره ده اهي، مش هنعمل بقى منه حاجه خالص، ما شلتش غير العروق الخضراء بس. هو اخضر اصلا اهوت، وطري ريحته قويه جدا. جربيه بقى وهيطلع جميل، مش هتبطلي تعمليه كل سنة. قشري، بصي بقى هو ده في الفؤاد اهوت اهو، ده اللي هيبقى بودرة التوم. هتحطيه ينشف شوية، وبعدين في الفرن بعد ما تولعي الفرن وتطفيه تحطيه الفرن بارد، يتجفف وهتطحنيه في المصحنة. بصي بقى، مش هنقشر الخصوص، هناخد الغلاف في الفوالي بس الاول. هنقطع لسه كده، لسه اقدر وطاير. استفيدي بقى منه وما ترميش اي حاجه منه، ده كمان مش هنرميه. احنا هنعمل بيض دلوقتي، نحط عليه ملح وفلفل وكمون وراس توم، وهنحطه في برطمان في الفريزر، هنعمل منه، نخلل منه الباذنجان، نحطه على السمك، تخليل السمك يبقى جميل وريحته جميل. ناخد النشفة بس هنا والخضرة هنا، في عمود بقى بيبقى جوه ناشف كده، العمود الناشف ده نطلعيه. ده هتتخلصي منه، ده عشان بارد، ده العمود اللي في قلب راس التوم دي. هناخد بقى الورق هنا، سهلة جدا، هترصي ايدك بقى توم كل شوية. تقولي بقى في أي حاجة عندك موجودة، في الهون حتى، على شوية ملح. جميل، بعمله بيقعد معايا من سنة للسنة، ولا لونه بيتغير ولا بأي حاجة خالص فيه، ولا بيصفر ولا أي حاجة، بيقعد معاك سنة كاملة زيادة كمان. هتعملي بقى منه بودرة توم جميلة جميلة، أحسن من اللي بتنشري بكتير، تفرق جامد. الحته اللي هي راس التوم ده، دي بتخلص
الله دي لأنها ناشفة و كمان بتقشر الغلاف اللي هو اللي بين مش الفصوص كلها يعني عشان هي لسه خد أرضها. ريحك بقى في تطبخي بتعملي أي حاجة سهلة تطلعي معلقة التوم بيبقى ريحته قوية وقوي جدا. جربيه بقى اعملي بقى لايك وشير. وصلي كل هاي كل حاجة جديدة أعملها تنزل عندك. طريقة سهلة جدا. انت تقعدي بقى وتقشريه قبلها كده وتقعدي تفصيه تفصيله سهل خالص اهو. مش تقعدي بقى تقشري الفص الفص وتعوزي ايدك كل شوية. ده بيسهل جدا اصلا اهي. اسحبي منه طلع لنا شويه بودرة توم بقى توم بودر جميله. حطي بقى على الكفته حطي على اي تتبيله الفراخ الراس اللي هي الصغيره قطعت لنا زي ما كنت بتقشريها طريقة سهلة بسيطة خالص عيد عليها بقى شوية تتبيلة بقى للسلطة للطحينة عليها بقى شوية فلفل أخضر فلفل أحمر موجود عندي تحبها حر تحطي فلفل قرن فلفل أخضر تبقى روعة. تطلعي بقى ثانية كده متاخدش منك وقت ولا أي حاجة بقى تطلعي تشتغل على طول. أنا بعمل التتبيلة بتاعته بحط عليها لبونة خضرا مش هيك بس تطلعي البذر اللي في قلبها وشوية ملح وفلفل وكزبرة شوية بابريكا وتطحنيهم كلهم بقى في المصري. أنا أو في البول اللي موجود عندك
حاجة متوفرة عندي. تعملي بقى شوربة، تحطها في كيس بقى في الفريزر وتقفلي كويس. شوربة بقى تحطي على الشوربة بقى تبقى جميل، تخلي الشوربة ريحتها جميل. مرمناش احنا حاجة بقى كده اهو، احنا مش هنرمي حاجة بقى خالص اهو، من التوم استفدنا بيه كله ده بقى. تحطيه على الشوربة الايدين دي، دي بقى الكبة، نبتدي بقى نطحن وادي ورق ال وادي الورق اللي هنعمله توم باودر ده، هنسيبه لما هيتجفف هينشف لوحده. او عايزه تعمليه مستعجله عليه فولعي الفرن وتطفيه، وبعدين تحطيه فيه بعد ما الفرن يطفي، او تهدي له النار قوي عشان مش عايزينه لونه يتغير، عايزينه يفضل لونه ابيض كده زي ما هو كده. يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الفرمة ده كده، نديله كمان لفة واحدة كده. ما لعمتوش قوي، خليته مخرز اهوت. احط له حاجه واحده بس، هي ايه؟ معلقه ملح، معلقه ملح عادي، احنا بنحط على التوم ملح عادي، مش هتعمل حاجه يعني، بس هتديله حلو تحفظه معاك على اللون بتاعه ما يتغيرش، يفضل على لونه. حط عليه معلقه ملح او معلقتين ملح، حطهم على اهي، حط كمان بس كده. هبتدي بقى اعبيه برطمان، هتعبيه برطمان ازاز او بلاستيك عادي مش فيها ايه. هبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم بعبيه، ما تضغطيش وانت بتعبيه عشان ما تيجي تطلعي منه ما يبقاش جامد وانت بتاخدي منه. بس اول ما تفرميه على طول تدخليه الفريزر على طول،
شايفين؟ ومعلقة زيت بس كده، شوية زيت على الوش كده صغيرين كده، خلاص معلقة زيت، تاني معلقة زيت، شوية زيت على الوش اهو، هنحط معلقة الثوم ديت، هنسيبنا معلقة ثوم اهي، نحط عليها شوية ملح، شوية ملح اومد، نحط عليها ليمونة، ليمونة قطعها قطع، قطعها عشان الكبة تفرمها، ليمونة اهي قطعها قطع، بيشريها كده تدي طعم جميل الأول للتتبيلة، وشوية فلفل، ريحتها روعة، ريحتها جميلة، شوية كمون، كمون وكزبرة ناشفة وفلفل وبابريكا،
تتبيلة بقى رائعة، ريحتها جميلة. تتبيلة أي حاجة بقى، سلطة، سمك، نحط بقى الحالة الأخيرة بقى دي. شوية ملح، ريحتها قوية وريحتها فظيعة. نحط لها شوية كمون، وشوية فلفل، عايز يحط شطة يحط. ريحتها بقى قوية، تتبيلة بقى سمك جميل. نقربوها كده،
فظيعة. يا واو، حط بقى شوية خل على التتبيلة ديت كده بقى. ايه، خلصت معاكم تخبيزات التوم وخلطة السمك. خلطة السمك اهيت، تخبيزات التوم استعملي بقى على طول خلطة السمك وديت هنحطها في شنطة، هنحطها في كيس، حطها في التلاجة في بطرمان أو شنطة بلاستيك. التتبيلة دي ريحتها خطيرة خطيرة، ودي أنا عاملاها في بطرمان برضه، ودي تحطها في كيس تحطها على الشوربة، دي بتخلي الشوربة طعمها جميل. اتفضلوا بقى بالهنا والشفا. هتريحكم خالص في رمضان لحاجة، لو التوم يبوظ وبودرة التوم، هنعمل بودرة التوم، هنجفف ده ونعمله بودرة التوم بس عشان نغسل ايدينا بقى، ما بقاش ايدينا ريحتها هدوء. نغسلها بقى، نغسلها